هذه نصيحة. كثيرا ما أسمع مشيخات ومدرسين يبدأ فصيحا يعد كلماته وحروفه، حتى إذا ذكر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تكلم تفاصح حتى أخرج كل حرف من مخرجه فأبلغه وأفصحه، إلا عند الصلاة على النبي فبيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نصيب الشيطان من فمه ولسانه. حين سئل نبي الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالأصل أن إذا تقاصرت عن الصلاة عن آل محمد، وهذا تقصير، أن تقول اللهم، يعني إذا ذكرت النبي قل أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، أن النبي محمدا عليه صلاة الله، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. إنما كما أبلغت الأولى أبلغ هذه دين الأول، هرتقاط كلامك الأول، هرتقاط الصلاة على النبي دين يقين معلوم. أنا سمعت أحدهم مرة، هذا الرجل أستاذ البلاغة في الأزهر، أستاذ البلاغة في الأزهر، من أمثل من يقول صلى الله عليه وسلم، رجل فصيح يتم حرفه وكلمته، فإذا قال قال صلى الله عليه وسلم، عيب أو صاد، كالذي يقول، ما حدا بيقول صاد، بكت صاد، أو كالذي يقول لتمام النصيحة، والله قال والله أمر وصلى الله عليه وسلم، هذا دينه؟ يعني لا يطيق أن يتم اسم ربه ويريد أن يحرر المسجد الأقصى. لو تم الصلاة على النبي الذي صلى في المسجد ولولاه ما تبوأ لنا بيت ولا مسجد. يقول لك صلى الله عليه وسلم، والنبي قال قال الله من صلى عليك صلاة صليت بها عليه عشرا فأحسنوا صلاتكم. هذا من شكر نبي الله، أتموها. لم يبقى بيننا وبين ربنا من المبلغين من الأنبياء إلا هذا الخاتم عليه الصلاة والسلام. أعلم أن الأنبياء يعلمون من هو، ويعلمون لما له ما له عند الله. فإذا أتى المشايخ فذكروا اسم شيخهم بالثلاثي والرباعي والنسب والبلد والكنية، كما قالوا قدس الله سره فلان بن فلان، قدس الله سره، ماذا يقول الواصفون به وصفاته جلت عن الحصر. هم بيتكلموا عن شيخهم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغلبوا على إحسان الصلاة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، نبيكم وربكم ربكم، الله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. لا يظن ظان أن هذه صلاة الشيعة، بظان، لأنه إذا سمع هو اللي يقول هذه الصلاة على هذا الوجه، الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلحن تسمعونه معلوم، إنما الصواب أن هذا بسند صحيح عندنا. قالوا للنبي كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي اللسان يضعف أن تقول اللهم صل على محمد وآله، ليس من فصيح اللسان أن تقول وآله، الفصيح اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح؟ يعني داود وآل داود، لوط وآل لوط، وليس داود وآله. الآل تنسب لاسم معلوم، فمحمد عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى آل محمد الصلاة والسلام.